السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعدل المدير اللي هنصر ولكم مثلا الجنة؟ ممكن برضو نفس الفكرة برضو في الكراسي والترابيزات. هتدخل تدور على خاصية الماتيريال، هنا مثلا دور بانل، فتيجي تعدلها باللي انت عايزه. لما تختار ماتيريال أخرى تلاقي ماتيريال كتير، تقدر تختار مثلا أي حاجة منهم. تمام، او انك تيجي في الخصائص بتاعة الماتيريال نفسها وتقول له ريبليس، وتبدا تختار اي ماتيريال اللي انت عايزها من هنا. ايوه، ايه يجيبها لك بشكل اوضح. تقدر تقول له جرافيكس، تغير الالوان اللي موجوده هنا زي ما انت عايز. وتقدر تيجي تعمل سيلكت، تغير بس من الرياليستيك، هتلاقي يجيب لك الشكل الماتيريال اللي احنا بنختارها بشكل دوت. وحتى برضو في شديد هيبقى يجيب لك اللون اللي احنا اخترناه اثناء ما اخترنا الماتيريال.